والناس كله مرحبا بكم. باش تحب نبدوك؟ الكاتكات ماشي تعرف واحد نقول اخويا حاصل في كاتكات مشدوده بالبالونات ما تعرف كان كلمه هات مسوق ساري صبحيه جد الكتبه للهيه كاتكات اسمها باشيه وتفاهمنا بزوزوميه قلت نجربها العشيه نجيب القضيه للذريه سرعتها وصلت للميه عوايرها بانت فوريه بنحكي لكم ما صاير فيا عامله عاملها بيدي اول ما طلبت بطريه والموتير ضعيف شويه نشري في قطايع اصليه كل مره ندفع زنكيه ميسالش مش اشكاليه غير تسرب مضابيه هالسياره مش عاديه لازم تبديل العجلات نجري قدام الميريه نفس ما لقيت فرانات اخوياك حاصل في كتكات قلت نعيشها في دلال نسمح منظرها بفوال وما نشري كنسلة عال وقطايع اخر موديل وباقي نختم للعجال ويولي سوق دلال وانا متخلطني الحال بدي خوفي على راس المال خويا قاعد على الملال يا رب توسع في البال بدي تعجب مش نورمال منظر فيها شي هبال مدهونة دهنة سبيسيال حتى الركبة والاتفال كاثر دون انواع واشكال زمان كنت كلامي ثبات هارب سكرت الجوال ومحضر برشا كذبات بدا يلزم خلاص الدين نوقف في محطة مدنين مرة فارح مرة حزين مكسب ما يملاش العين هزيت عباية باطين وقلت ندورها بنزين قاصد ربي التطاوين معايا جماعة معروفين الحاكم في بير 30 قال لي راكي على اليمين والأوراق كلهم 200 طاكس في زيتة تامين وليت نكندر ونين ورصت فوريقة 20 غصت حبست يا سمعين ما ندريش المشكل وين يلزمني نروح في الحين نظن عواج السبابات بنكر ب 150 قبل الخرجة مجمولات فقري حاير كيف ندير وقلبي ما مقايل لي خير زرمنا جبنا لها خبير قال لي لا تخمم لا تحير شبح لها زي المدير اصبح يفرتك في الموتير